عَلَى النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فيه آيات بينات مقام إبراهيم الله أشرف الأرض الباقة المسجد الحرام. منذ عهد مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز رحمه الله ومكة المكرمة ومسجدها الحرام يحتلان المكانة الأولى والأهم، وسار من بعده أبناؤه الكرام على نفس النهج، حيث أولوا هذه البقعة الطاهرة المقدسة كل رعاية واهتمام. وها هي فصول قصة العطاء والإنجاز تستمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله جميعا، لتحقيق أعلى مستوى من خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار البيت الحرام. فقد واكبت القيادة الرشيدة زيادة المضطردة لأعداد المسلمين وتهافتهم المستمر على زيارة البيت وأداء المناسك بتطوير عمارة المسجد الحرام، فقدمت إنجازا جديدا لمشروع عملاق تمثل في تطوير المسعى لتصل طاقته الاستيعابية إلى 108,000 ساع في الساعة، وهو الأمر الذي دعا إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار. فبات من الضروري التخطيط لمنظومة تعمل على تأمين زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بفكر علمي مدروس ورؤية استراتيجية عالية المستوى. فجاءت الفكرة لتتمحور حول إحلال شريحة من المنطقة المحاذية خلف الرواق العثماني في مسار مواز للرواق العثماني بعرض 20 مترا في جميع المستويات من القبو وحتى سطح المسجد. يمثل الدور الأرضي من الشريحة المقترحة تهيئة لمساحة صلاة خالية من الأعمدة بكامل مساحة وعمق هذه الحشوة الجديدة، مع التحكم في مناسيب تلك الشريحة، الأمر الذي يساعد على الإخلاء السريع للمصلين والطائفين من خلال القبو جهة باب السلام. كما يتيح التصميم الجديد توفير مسطح يسع ما يقارب 2000 مصلية في ميزانين في الجهة المحصورة بين المطاف والمسعى، مما يوفر رؤية مباشرة للنساء باتجاه الكعبة دون شغل المزيد من مسطحات صحن المطاف. أما في الدور الأول فتمثل مسطحات الحشوة الجديدة مسارا للطواف يسع ما يقارب 13,000 طائف في الساعة، بينما تم تخصيص مسطحات دور الميزانين المضاف بالدور الأول لطواف العربات للمعاقين وكبار السن، حيث تسع لما يقارب 6,000 طائف في كل ساعة. وقد تم تخصيص مسطحات لصلاة سنة الطواف وربطها بالمسعى من الجهة الغربية له من خلال جسور ربط لمستوى حركة العربات المضاف مع المستوى المماثل له بالمسعى الجديد. كما تمثل الحشوة الجديدة بالدور الثاني والميزانين والسطح النهائي مسطحات طواف تسع في مجملها 40,000 طائف في الساعة، وقد خصصت لهم مسطحات صلاة لما بعد الطواف تمهيدا لدخولهم المسعى، إما بالدخول المباشر لمسارات المسعى في الدور الثاني والسطح الجديد، أو باستخدام مصاعد وسلالم تقودهم للمسعى في دور الميزانين بالسطح. وقد تم تدعيم تلك المسطحات الجديدة والمضافة بمسارات حركة تعزز من كفاءة حركة الدخول والخروج للطائفين، فمنها ما يعمل على الوصول المباشر من خلال جسور مرتبطة بساحات تجمع تم توفيرها وتهيئتها على مسافات مناسبة بعيدا عن مداخل الحرم وساحاته، وذلك لتخفيف العبء عنها ولتسهيل عمليات الإخلاء السريع، بالإضافة إلى الوصول غير المباشر عبر ممرات ما بين مسطحات الصلاة في الدورين الأول والثاني. ويتيح التصور الجديد رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف لأكثر من 90,000 طائف في الساعة، وتمثل الإضافة الجديدة زيادة بنسبة 75% من إجمالي الطاقة الحالية للطواف بالمسجد الحرام.
مع المحافظة على الصورة البصرية المميزة للمسجد الحرام. ويصل التصور المقترح إلى تحقيق غاية أكبر وأشمل تتطلع إلى إمكانية إحداث توسعات مستقبلية لعمارة المسجد الحرام ليتسع للمزيد من الطائفين والعاكفين والركع السجود، ويتمتعون بالمزيد من الأمن والأمان والبركات.